بالنسبة تريد أن توضح لي التكفير، تكفير المطلق وتكفير المعين. والسؤال الآخر، لا ما بين سؤال واحد حتى يدوم مرة ثانية. التكفير والتفسيق والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معاني، إذا وجدت هذه الأوصاف، فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف بهذا الوصف فإنه ينطبق عليه، فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين: الأمر الأول ثبوت أن هذا العمل من الكفر، ثبوت أن هذا العمل من الكفر، فإن لم نعلم وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه ولا يحل أن نكفره. مثال ذلك لو قال قائل: إن الذي يشرب الخمر كافر، فهذا حرام، ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره. الأمر الثاني أن نتحقق انطباق هذا الوصف على هذا الشخص، أي انطباق هذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بالتكفير أنه منطبق على هذا الوصف على هذا الشخص، بحيث تتم فيه شروط التكفير. ومن ذلك من الشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا، فإن كان غير عالم فإننا لا نكفر لأنه لم تقم عليه الحجة بعد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا المعنى متعددة، فإذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الشيء من الكفر فإننا لا نحكم بكفره. الأمر الثاني أن يكون الشخص مريدا، أن يكون مريدا لما قال من كلمة الكفر أو لما فعل، فإن كان مكرها أو سبق لسانه على قول كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ودليل ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أنه كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها وضاعت عنه وجعل يطلبها ولم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ استيقظ وخطام ناقته متعلق بالشجرة فأخذ به فقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كلمة أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن هل قصدها؟ لا، سبقت على لسانه. إذن لا بد من هذين الشرطين: العلم، والثاني الإرادة والقصد، فإن لم يريد ولم يقصد فلا. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي كان ظالما لنفسه فجمع أهله وأمرهم أن
يحرقوه إذا مات، وأن يضروه في اليم لئلا يعذبه الله. فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا، قال يا ربي خوفا من عذابك، فغفر الله له. فإن هذا الرجل كان جاهلا في كون الله تعالى يقدر عليه أن يجمعه ويحاسبه، عرفت؟ إذن لا بد من أمرين. الأمر الأول أن نعلم بأن هذا الشيء مكفر، الثاني أن نعلم انطباق الشروط أو تمام الشروط على من قام به، فلا بد من أن نعلم أن الشروط شروط التكفير قد انطبقت عليه، ومنها العلم والقصد. ولهذا يفرق بين كون المقالة أو الفعالة كفرا، وبين كون الفاعل لها أو القائل لها كافرا. قد تكون المقالة أو الفعالة كفرا، لكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم انطباق الشروط عليه. نعم. ومن ثم نحن نحذر غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط، أي شروط التكفير. لأنك إذا كفرت فلازم تكفيرك إياه أن تشهد بأنه في النار، فأنت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضيه الحكم، المسألة خطيرة جدا. ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضة والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له والطاعة إن كان أميرا، وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه.